ونتوقف في نشرة التاسعة مع أخبار الطقس والحالة الجوية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء. ونستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت محليا وعالميا.